إلى مراكش، حيث جرت النسخة الثالثة من ترانسفورمر أوردز التي تحتفي سنويا بالمصارف الأفضل أداء في مجال التعاملات الرقمية. وخلال هذه النسخة تم تكريم 12 مصرفا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها عدة مصارف مغربية. وجاء التكريم تقديرا لأداء هذه البنوك فيما يتعلق بالتعامل مع الزبناء وتشجيع ودعم المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المالي.